يا مساء الخير واهلا بكم معانا وحلقه جديده ويوم جديد وان بوكس. يا مساء العزه والنصر والكرامه. طبعا النهارده ذكرى انتصار العاشر من رمضان، تحيه واجبه طبعا لقواتنا المسلحه المصريه. ولكن في البدايه طبعا ارحب وامسي على نوره. يا نوره يا مساء الفل عليك. ازيك يا فاروق؟ اخبارك انت ايه؟ كله حلو؟ كله زي الفل. اخبارك ايه في العشرة ايام دول؟ والله مية مية، رمضان بيعدي هوا بيجري. صح. الحمد لله. طيب النهارده ان شاء الله هيكون معانا فقرات حلوه وكمان فقرات تخص شهر رمضان. في اخر فقراتنا هينورنا دكتور باهر السعيد وهيكلمنا بقى اكتر عن الناس اللي حابه انها تخس في رمضان، ازاي ممكن تعمل ده وسط يعني كميه الاكل الكبيره اللي احنا بنقابلها وكميه الحلويات برضو الكبيره جدا اللي احنا بنتعرض لها والضغط اللي بيحصل علينا. هو فيها عارفه، لا هو ضغط ضغط يعني. كلها انواع حلوه يا جماعه، يعني الكنافه اللي بالنوتيلا اللي بالمانجا البسبوسه الجميله. لا وفي دلوقتي باللوتس. بس الحاجات الحلوه اللي هي الاساسيه دي اللي هي بتخن قوي دي عارفه. طبعا يعني رمضان السنه دي ازاي ممكن نستغله احسن استغلال للي عايز طبعا يعني يظبط وزنه ويخس زي ما نور قالت كده مع دكتور باهر السعيد ان شاء الله. دراما رمضان يعني السنه دي يا نور، رمضان السنه دي ما شاء الله مليان باعمال دراميه مختلفه وكلها جميله جدا. لكن يعني الفترة دي انتشر على السوشيال ميديا كانت حاجة لطيفة جدا وكانت مرتبطة بمسلسل البرنس طبعا للنجوم، لان هم كلهم ما شاء الله في المسلسل ده كلهم احسن من بعض، للفنان محمد رمضان. طيب ايه الموضوع؟ الموضوع ان ظهرت صورة مبهجة جدا، والصورة دي يعني سموها شخصية صاحب الفضل. ايه بقى موضوع شخصية صاحب الفضل يا جماعة؟ لما انا على الهوا دلوقتي، صاحب الفضل ده المفروض يا جماعة هي صورة ظهرت في حلقات المسلسل، يعني وهي عبارة عن ان صاحب الصورة دي كان زوج فدوى اللي هي بتلعب طبعا دورها الممثلة المتألقة روجينا، واللي قايمة بدور يعني ولا احلى من كده فعلا. وكمان بقى يعني المفروض يعني ان هي كانت شغالة في الاول في البيت ده، بتشتغل يعني شغالة في المنزل لحد ما لفت على صاحب البيت بقى وضحكت عليه واتجوزته، وبعد كده الراجل مات، ولما مات ورثت بقى منه فلوس، غيرت شكل حياتها تماما، وكمان ورثت منه تجارة المخدرات اللي كملت فيها. وطول المسلسل دايما بتدعي له بصاحب الفضل. هي شايفاه بالظبط، هي شايفاه ان هو يعني هو سبب كل الحاجات الحلوه اللي هي فيها دلوقتي في او الغنى اللي هي فيه دلوقتي، فعشان كده هي على طول بتديله بتدله بالفضل في كلامها. اول ما بتجيب سيرته تلاقيها كده بتبوس ايديها وش وظهر انه على صاحب الفضل او على العز اللي هي عايشه فيه دلوقتي. غير بقى الصور دي، مثلا الصوره اللي احنا شايفينها دي هي معلقاها له بقى باحجام في البيت، كل ما تعدي في الرايحه موجوده في تبوس ايديها وتدعي لصاحب الفضل، رغم ان هي متجوزه يعني. أيوه. متجوزه احمد زاهر اللي هو فتحي، رغم انه فتحي ده برضو طالع بشخصيه عصبيه وشخصيه غيوره وان هو بيتعصب اول ما تجيب له السيره، ولكن هي بقى قررت انها تراضيه. فعملت ايه؟ قالت له انا خلاص انا علقت لك صوره جنبه صاحب الفضل. هي مش باينه قوي يعني، لا هي بنحاول نبص عليها. راح عشان يشوفها لقاها الصورة فعلا قد كده صغيرة قوي ورجل صاحب الفضل في وش احمد زاهر. بص يا جماعه، هي الفكره في اللقطه نفسها، يعني بص هتلاقي صاحب الفضل قاعد على الكرسي معزز مكرم ولابس البرنس الجميل الابيض، وكمان الشبشب بتاعه انا مش شايف بس هو يعني المفروض كده. وطبعا احمد زاهر اللي عامل دور متالق فيه جدا جدا بجد، صوره صغيره جدا. وطبعا كل ما روجينا تجيب له سيره صاحب الفضل يتعصب ويتضايق ويحس يعني ان الموضوع يعني خرج عن السيطره. ده غير كمان ان المفروض يعني ان العصبيه بتاعته بتزيد او الشر بتاعه بيزيد من خلال المسلسل طبعا، يعني علشان خاطر المفروض ان الوالد يعني ادى كل ثروته للفنان محمد رمضان بعد وفاته. هنا بقى بتحصل الصراعات بقى والمشاكل بعد كده المفروض يعني. واحداث المسلسل انا شايف ان هي جميله جدا، لكن الصوره لفتت انتباه الناس كلها على السوشيال ميديا. ده حقيقي. ودي الميزه. يمكن زي ما انت لسه بتقول ان الصوره دي فعلا عملت انتشار كبير على السوشيال ميديا، والمشهد ده كمان وصوره صاحب الفضل. يمكن ناس كتير اثرها كده الفضول ان هي عايزه تعرف مين صاحب الفضل ده، مين الصوره في مسلسل، صوره متعلقه عملت ضجه كبيره جدا من غير ولا ينطق باي كلمه، من غير ولا يكون ليه دور فعلي، من غير بالزبط. ما يكون ليه مشهد، هي صوره ولكن عملت حاله وعملت كمان يعني شيء كده من الكوميديا اللي هي مش مصطنعه، مش اللي هو بقول افيه فالناس بتضحك. ولكن من ضمن بقى الناس اللي اثرها الفضول دي هي صحفيه مصريه
حبت انها تدور ورا صاحب الشخصيه دي، ورا صاحب الفضل. صاحب الفضل قررت تدور على صاحب الفضل، وهي سما سعيد، صحفيه بجريده الوطن. سما دلوقتي معانا على التليفون. يا سما. ايوه مساء الخير. كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبين ومنورين كده الدنيا دايما. ربنا يخليكي، ده نورك. قولي لنا يا سما، يعني هل انت اصلا كنت متابعه للمسلسل، ولا شفتي الحاله اللي عملتها صوره صاحب الفضل وقررتي ان انت تدوري عليه؟ الحقيقه احنا كصحفيين احنا مش هنبقى متابعين مسلسلات او متابعين حاجه من اي تو زد. لكن بعد 10 ايام كده من رمضان، او بعد تقريبا 7 ايام لو هنبقى دقيقين في الكلام، الفيدباك بيبقى باين. في حاجات بقى ظهرت من بعض المسلسلات، في افيهات طلعت، في صور طلعت، كوميكس، الحاجات دي اللي احنا بنتابعها ممكن على السوشيال ميديا، خصوصا ان الناس السوشيال ميديا اكتر بتنتشر اكتر من التلفزيون. تمام. فلفت نظري بقى الكوميكس اللي كان طالع عن روجينا، وان هي كانت بتتكلم عن صاحب الفضل. هو ده المشهد اللي انا سمعته وانا ضحكت، يعني هي كانت بتتكلم عن صاحب الفضل ده، ان هو صاحب الفضل عليها وطلع جوزها الاولاني، وهي زي خطفته، وازاي ان هو كان تاجر مخدرات وهو صاحب الفضل والخير اللي هي عايشه فيه. فانا ضحكت. ما فيش عدى بالظبط ساعتين ولقيت الصوره ابتدت يتداولوها. شفت اصدقاء مشترك، يعني اصدقاء عندي شخصي، يعني شخصيين عندي غيروا صور بروفايلهم لصوره صاحب الفضل. صاحب الفضل. وطبعا ضحك بقى، يعني ضحك احنا ما والصوره يعني فيها عظمه كده لو هنتكلم بلغه الشباب. لا الصوره عظيمه بصراحه. هي عظيمه ومش مفهومه، فاهمه يعني مش مفهومه كوميديه ولا مش كوميديه، عارفه؟ يعني في الاخر تاجر مخدرات يعني بورنوس، يعني بورنوس ولكلوك تقريبا، بس شكله هيبه. متصور في جنينه وكرسي. لا في شغل عالي يعني. طيب سما، يعني قول لنا الحس الصحفي بتاعك بقى اشتغل على ايه من خلال الموضوع ده؟ يعني دورتي على ايه؟ انا قلت لازم اعرفه الاول، يعني لازم اجيبه الاول. كلمت ناس اصدقائي كده مشتركين، قلت احاول اوصل كده لحد من كرو العمل. بس احنا كده احنا كصحفيين ما نقولش مصادرنا، يعني انا عيب ان اقول مصادر يا جماعه لو سمحتوا، ما ينفعش اقول. لا براحتك. الاول انا عرفت ان انا اجيبه، يعني عرفت اجيبه عن طريق احد كده مشترك من في كرو العمل، وعرفت اوصل له. اتفاجئت ان هو ليه اعمال قبل كده بصراحه، وكمية الحماس وكمية الفخر وهو بيتكلم، ان هو مبسوط ان مجرد صورة عملت الصدى ده وخلت الناس بتسأل هو مين. هو راجل لطيف جدا. انا على المستوى الشخصي انا انبسطت لما اتكلمت معاه. واكبر دليل ان الطموح والحلم ما بيقفش عند سن معين خالص. انا انبسطت ليه. هو اسمه الفنان احمد عبد الحي. الفنان احمد عبد الحي. هو 68 سنه واشتغل اكتر من حاجه قبل كده، اعلانات وادوار. اشتغل في فالنتينو مع نجم عادل امام. متهيألي مشهد على حسب كلامه، على حسب روايته ليا. وكان شغال عمل شخصيه سعد زغلول في فيلم 1919. بس توقف التصوير عشان كورونا، سبب كورونا. فلا هو طموح جدا، وبيتكلم عن الشغل بحب. وانا عن نفسي بحب الشخصيات دي، وبحب ان انا لما اكتب فيتشر عن اي حد احس ان في حماس. لا يعني يا رب يوفقه واشوفه زي ما هو ما قال كده، نفسي يبقى زي زكي رستم او محمود المليجي، يعني انا نفسي اشوفه كده بصراحه. تمام. طب قول لنا يا سما، لما كتبتي بقى عن صاحب الفضل الحقيقي اللي هو احمد عبد الحي، هل الناس كانت متحمسه ان هي عايزه تعرف مين ده، ولا هم مجرد حابين الحاله، حابين الصوره؟ لا جدا جدا الناس، يعني على المستوى الشخصي لما نشرت الموضوع على صفحتي الشخصيه، لا ناس كتير داخله مبسوطه جدا ان هم عرفوا مين ده. لان كان في اغلبهم كانوا فاكرين ان الصوره مجرد صوره قديمه، صوره قديمه من ارشيف فطلعت وخلاص. محدش يعرف ان الصوره دي حديثه لسه متصوره، بس معمل لها ابديت. ايديت قصدي، إيديت بشكل معين. المخرج محمد سامي بصراحه يعني النوع اللي بيستخدم ومتاخده في السياق الدرامي يعني. هو استخدمها بشكل صح. هي الصوره اللي انا عرفته من الفنان احمد عبد الحي، ان الصوره دي كان متصورها بنفس الشكل بس لاعلان معين. فشافها المخرج محمد سامي وطلب ان هو يصور نفس الصوره بنفس الكادر بنفس الشكل، بس يتعمل لها إيديت
تبان ان هي قديمه شويه. فطلعت بالكواليتي ده والناس افتكرتها ان هي مجرد صوره اي حد يعني. ما خدوش بالهم. مش مقصوده خالص، لكن هي صوره واحده. وكلمتين من الفنانه روجينا عنها عملت الصدى دي، الصدى ده كله. فالفنان موهبته بتطلع بصراحه يعني، لو بصوره او ساكت او ما بيتكلمش خالص هيطلع موهبته. ده وجهه نظري انا يعني. مظبوط جدا طبعا. شكرا ليكي جدا يا سما، نورتينا. شكرا جدا ليكي يا سما. طيب احنا معانا بقى يعني، ما يجيبها الا صحفيينها. صاحب الفضل الحقيقي معانا بقى على التليفون الاستاذ والفنان احمد عبد الحي. يا استاذ احمد، ازي يا فندم؟ صاحب الفضل الحقيقي معانا على التليفون اهو. اشكركم ازاي على اخيرا ظهر. وربنا يعني يكتر كده من الناس اللي زيكم اللي هي بتهتم بالمواهب الجديده، والناس اللي هي عايزه تعمل حاجه للبلد كلها. ربنا يخليك يا استاذ احمد. يعني الله يخليك حضرتك، بترسم الضحكه كده على وشوش الناس بس بمجرد صوره محطوطه، يعني من غير ما تتكلم، من غير ما تبذل اي مجهود، مجرد الكاريزما اللي ظاهره في الصوره دي. صاحب الفضل في ده كله ربنا سبحانه وتعالى. اكيد اكيد. ونعم بالله. زي ما بتقول مدام روجينا، لا ده صاحب الفضل ربنا سبحانه وتعالى. اللي يخليني في حته زي ديت ويقولوا عليا صاحب الفضل. لا، صاحب الفضل هو ربنا سبحانه وتعالى، ومصر هي اللي صاحبة الفضل علينا كلنا. اكيد. طيب استاذ احمد، قول لنا ازاي تعرض عليك الشخصيه؟ يعني هي صوره، فالموضوع جه ازاي اصلا؟ والله هو جه رشحوني عشان اعمل في الفيلم ده، المسلسل ده. فطبعا في المكتب بتاع احمد هاشم وزيزو، فرشحوني اعمل الصوره. انا في صوره تانية لابس فيها بدله وعليها عبايه اللي هي ام القصب ديت، لان انا طالع بدور اكبر تاجر مخدرات في مصر. طب معلش، انت هتظهر لسه؟ ولا خلاص في صوره تانية؟ لا مفيش فلاش باك ولا في اي حاجه، ولا في صوره تانية. في صوره بقى بالبدله، يعني في صوره غير دي يعني. صوره ايوه، في صوره لابس بدله ولابس عليها حتى عبايه. انا بعتها المدام سما سعيد اللي هي معانا على الهواء. ايه معانا؟ ايوه، اللي هي لابس فيها العبايه. غير دي تمام. ديت كانت في مشهد تاني كنت عامله في اربح المليون بتاع مصطفى الاغا. فعجبت الاستاذ محمد سامي طبعا، فطبعا هو بيوظفها للمسلسل. وربنا كرمني انا بقى، والفضل لربنا سبحانه وتعالى اللي يخليني ابقى موجود في رمضان صدى البلد. لا طب ومع الناس استاذ احمد، طب شفت ازاي يعني ردود فعل الناس بقى وانتشار الصوره على السوشيال ميديا دلوقتي؟ والله بجد انا مبسوط طبعا، واشكر كل الناس اللي بتشجع. تمام. وهنتني على الكلام ده، وكل ده الحمد لله برضه بفضل ربنا سبحانه وتعالى وفضل الله علينا كلنا. الحمد لله. هو صاحب الفضل علينا كلنا ونعم بالله. طيب استاذ احمد، يمكن الناس اللي حابه تظهر موهبتها بتكون عايزه تستغل مثلا دور، حتى لو مشهد صغير، حتى لو اي حاجه، بس ان انا اتكلم فيها او اظهر فيها قدام الكاميرا عشان اقدر ابروز الموهبه اللي عندي. ولكن حضرتك وافقت على الصوره دي، ورغم ان هي صوره وما بتعملش اي مشهد تمثيلي، ولكن وصلت وصلت لناس كتير. ما خفتش من النقطه دي او ما قلتش ايه لازمتها؟ ما بقى ما يخشش المجال ده. صح. دي مش عايزه، دي موهبه. واي احنا اتعلمنا كده ان احنا ما نخافش من حاجه. اللي يخاف يبقى مش هيعمل حاجه. مظبوط. ومصر ما علمتناش ان احنا نخاف من اي حاجه في الدنيا. الله عليك يا استاذ احمد. الله عليك. طب مصر قويه وشعبها باولادها بفنانينها بالاعلاميين بتوعها. ربنا يخليك يا استاذ احمد يا رب. طب استاذ احمد، اتكلمنا كده عن مشوارك الفني، يعني مشوارك الفني كده عمره قد ايه؟ حوالي قد ايه مثلا؟ وعملت ايه قبل كده؟ وفالنتينو يعني غير رمضان السنه دي. فالنتينو طالع في مشهد في الحلقه ال20 طبعا، متكلم مع مدام صفاء جلال. تمام. كان فالنتينو اللي هو الزعيم بتاعنا عادل امام كان في رحله، وكنا احنا مجموعه رجال اعمال عندنا مدارس خاصه ومجتمعين عشان نشوف الاولياء الامور اللي هي معترضه على
زيادة المصروفات والكلام من ده. فكنا بنبحث الموقف ده كله في المشهد ده. فطبعا اتعمل لها تيست واتبعتت الأستاذ رامي إمام فقال لا يجي ويعمل المشهد ده متكلم وبتاع. فالحمد لله. لا قبل كده استاذ احمد كمان كان في ايه قبل يعني كده من اربع سنين في معانا صور ليك وحضرتك مشترك متالي في اعمال دراميه مختلفه في مثلا لسه هينزل بس بعد ما ربنا يزيح عن البلد والعالم كورونا في فيلم 1919 طالع فيه سعد زغلول يمكن بعت الصوره برضو لمدام سما وفي قبليها عامل محمد علي عن مذبحه القلعه حلو كان فيلم تسجيلي غير بقى الاعلانات يعني في عن العاصمه الاداريه الجديده عامل برضو حاجه كويسه اعلان كويس عن ذهب طبعا عظيم جدا وبعدين حاجات بقى عن رمضان مثلا في اللي هو البرامو بتاع قناه الحياه بين المسلسلات وبين البرامج انا واحفادي ومدام واقفه جنبي في طالع الشيف بتاع عبور لاند ما شاء الله يعني كل حاجات عملت حاجات كتير ما شاء الله يعني ربنا يوفقك الحمد لله ربنا يوفقك يا استاذ احمد وتكون السنه دي كده فتحت خير عليك وتحقق كل اللي نفسك فيه في المجال الفني وتكون الصوره دي يعني وش الخير كده عليك ان شاء الله نورتنا شكرا جدا طبعا استاذ احمد عبد الحي بص يا نوره يعني دراما رمضان السنه دي جميله جدا فيها اعمال فنيه فعلا مختلفة وكلهم اروع من بعض بجد النجوم السنه دي كلهم تفوقوا على نفسهم يعني مثلا هاجي اقول مسلسل البرنس لمحمد رمضان ما فيش حد فيهم مش احسن كلهم احسن من بعض يعني احمد زاهر طبعا مع حفظ الالقاب روجينا كلهم طبعا احسن من بعض في المسلسل وكمان المشهد بتاع امبارح كان عامل ضجه كبيره جدا الأستاذة سلوى عثمان طبعا من المشاهد القوية جدا اللي عملتها وكان مدته كبيرة على فكرة وقد ايه الناس كلها أشادت بيه وطبعا ده غير كمان يعني عندنا الاختيار ده من المسلسلات طبعا بالنسبة لنا الملحمة الوطنية لجيشنا للقوات المسلحة وبتبين قد ايه الدور العظيم اللي بتقوم بيه قواتنا المسلحة وأنا متابع يعني أغلبية المسلسلات بجد أنا برضو أول كام يوم كده اللي هو كان فيه مثلا مسلسل الاختيار ده بتفرج عليه كل يوم ولكن مع الوقت ببتدي أشوف الناس على السوشيال ميديا بيتكلموا عن ايه المسلسل الحلو ايه المسلسل اللي هم متابعينه وبدات اتفرج كده الحمد لله متابع اربع مسلسلات لحد دلوقتي عظيم جدا طيب احنا كده يا جماعه خلصنا كلام عن صاحب الفضل هنروح معاكم بقى الفاصل واللي حابب يخس في رمضان يتابعنا الفقره اللي جايه مع دكتور باهر السعيد علشان كده هيقول لنا شويه نصايح ممكن نعمل ايه نستغل فيهم رمضان علشان نخس ونبقى فورمه يلا بينا زي ما قلنا لكم كده في بداية الحلقة أن وسط المغريات كتير جدا اللي موجودة من أكل أو حاجات حلوة وسط أجواء رمضان ناس كتير وزنها بيزيد وفي ناس بتحافظ على أو بتحاول أنها تحافظ على وزنها وخصوصا لو كانت بتعمل ده من قبل الصيام عشان كده النهاردة هيقول لنا دكتور باهر السعيد إزاي الناس ممكن تخس في رمضان وإزاي ممكن تحافظ على وزنها إزيك يا دكتور أهلا بيك يا نورة أهلا بيك الأخبار دكتور عامل إيه كل سنة وأنت طيب محمد ولا تمام لا زي الفل هتفطر معانا النهارده بقى ان شاء الله اكيد ان شاء الله طيب دكتور النهارده هنتكلم في اصعب حاجه ممكن نتكلم فيها التخسيس في رمضان طبعا والحلويات والمحمر كمان يعني مش رمضان بس رمضان وحظره اللي اتحركت بيحب الاكل كتير كمان الوقت بتاع الليل ده طبعا طيب قبل طبعا ما نخش معاك على الموضوع بتاعنا في نصايح النهارده معاك الاسبوعيه اول حاجه معلقه سكر واحده يوميا معلقه السكر دي ممكن تقلل مناعتك بنسبة 50% لمدة 6 ساعات بلاش سكر يا جماعة الفترة دي أو نقلل على قد ما نقدر السكريات بصفة عامة حتى عصير الفاكهة نفسه فاكهة كلها ثمرات ما تاكلهاش عصير كمية السكريات اللي فيها هتقلل مناعتكم بدرجة كبيرة جدا في دراسات موسعة مشتركة بين أمريكا علماء من أمريكا وهولندا وألمانيا واليابان حتى أثبتهم أن تناول معلقة سكر واحدة بيقلل المناعة بمقدار 50% لمدة 6 ساعات والمناعة بتقل أكتر طول ما كل ما زودنا كمية السكريات زيادة والأخطر من كده كمان أن تناول السكريات بكثرة
مفروض بيزود الانسولين فبيخلي الخلايا السرطانيه لو في اي حد بتبقى ناهمه اكتر لالتهام او شفط السكر من الدم عشان تتكاثر. وكمان زياده تناول السكر بيخلينا كمان مستوى الدهون بجدار الخلايا السليمه كمان بيزيد، فبالتالي الاكسجين بيقل دخوله للخلايا دي، فالخلايا السليمه حتى كمان بتتحول لخلايا سرطانيه. فالسكر مش حاجه كويسه، السكر نخفف منه على قد ما نقدر. زياده تناولنا للسكريات طبعا بيزود الوزن، بيزود الدهون في جسمنا، فنحاول بقدر الامكان نقلل السكر عشان حتى مناعتنا واللي احنا محتاجينها جدا الفتره دي. حلو. تاني حاجه، احنا دايما بنتكلم على اهميه زيوت الاوميجا، ان زيوت الاوميجا 3 من الحاجات اللي الجسم مش بيصنعها فبنحتاج ناخدها من بره. النهارده بقى هنتكلم ازاي نعرف ان احنا عندنا نقص في زيوت الاوميجا، او ايه المؤشرات اللي تخلينا لازم ناخد زيوت الاوميجا كمان. اول حاجه جفاف البشره وتشقق البشره. المفروض زيوت الاوميجا من المكونات اللي موجوده بشكل طبيعي في خلايا البشره بتاعتنا، فبالتالي لما بيحصل عندنا نقص حاد في الاوميجا بيحصل جفاف شديد في البشره وتشقق في البشره. ففي ستات كتير بتحط مرطبات وحاجات كتير لبشرتها بس برضو بتلاقي دايما البشره لسه جافه ومشققه، مش مفيش فيها المرونه، مفيش فيها نضاره. لا، استعملي زيوت الاوميجا بشكل منتظم سواء من الاكل او كمكمل غذائي. حتى دايما بنقول الاوميجا 3 مع فيتامين سي مع فيتامين اي، هي دي الفيتامينات اللي لو اخدتيها التجاعيد عندك هتقاوم التجاعيد او هتقللي ظهور علامات السن. برضو نفس الكلام بالنسبه للشعر والتهابات فروه الراس. نفس الدهون الاوميجا 3 اللي موجوده بشكل طبيعي في خلايا البشره موجوده في خلايا الشعر برضو وخلايا فروه الراس. فلما يبقى عندك نقص في زيوت الاوميجا بيحصل التهابات في فروه الراس متكرره، بيحصل برضو ضعف في الشعر، الشعر ما بيبقاش كثيف، ما بيبقاش قوي. كمان الاظافر نفس القصه بالظبط. الأرق، في جامعة إكسفورد في دراسة قامت بيها قالت إن الأشخاص اللي بيستعملوا أو مداومين على تناول زيوت الأوميجا 3 6 9 بيبقى عندهم بيناموا كويس، بياخدوا القدر النوم بتاعهم أفضل من الأشخاص اللي هم مش بياخدوا زيوت الأوميجا. نفس الكلام برضو الإرهاق، في جامعة ميريلاند عملت دراسة برضو قالت إن الناس اللي مش بيستعملوا زيوت الأوميجا بيجي لهم الإرهاق، الإحساس بالإرهاق والتعب بيبقى أكتر. برضو كمان قلة التركيز، احنا عارفين دايما لو واحد عايز ياخد حاجة تزود تركيزه وتزود الانتباه دايما بنقول له زيوت الأوميجا. فطبيعي لو عندك قلة تركيز زيادة فمعناها إن أنت برضو محتاج زيوت الأوميجا. أوميجا. ألام المفاصل من ضمن المؤشرات برضو. في بقى أعراض تانية، العطش المستمر كتير أو من غير سبب، كثرة التبول من غير سبب برضو من علامات نقص الأوميجا، نقص معدل النمو للأطفال، نقص معدلات التئام الجروح، كل ده مؤشرات لزيوت الأوميجا. زيوت الأوميجا دهون أساسية الجسم مش بيصنعها، المفروض ناخدها كمكمل غذائي أو من الأكل. طب معلش، في مسميات ليها؟ طيب زيوت الاوميجا اوميجا 3 6 9 موجوده في السوق المصري باسماء تجاريه كتير، اوميجا 3 بلس، زاندروس، اوميجا سيف، اوميجا ار اكس، في انواع كتير جدا في السوق المصري، بس دايما بننصح الناس ياخدوا المصري، بلاش الحاجات المهربه المستورده اللي بيدفعوا فيها فلوس على الفاضي يعني. تمام. احنا كده خلصنا نصايحنا ولا اخر حاجه واحده؟ هي النصيحه دي خاصه بطلبه الثانويه العامه. احنا مش عارفين امتحاناتهم امتى بالظبط، اذا كانت اتقررت ولا لا، بس اكيد كل الاسر المصريه اللي عندها طلبه في الثانويه العامه دايما بتطلب مننا ايه افضل حاجه ممكن ياخدها الطالب الفتره دي، فتره دخول الامتحانات، عشان التركيز بتاعه يزيد لاقصى معدلات التركيز. اكتر حاجه او اقوى حاجه ممكن تزود الانتباه والتركيز والتفكير وتزود الذاكره المشتق بتاع فيتامين بي 1 اللي هو سالبيوتامين. سالبيوتامين ده المفروض مادة مشتقة من السيامين اللي هي فيتامين بي 1. المادة دي بتبقى في شكل محب للدهون، فمعنى كده ان هي بتبقى سهل جدا
يحصل لها عبور للحاجز المخ الشوكي، فبالتالي بتوصل لخلايا المخ بسهولة وبتزود تركيز الصيامين في خلايا المخ، فده بيزود الدوبامين فبيخلي المخ عنده المقدرة في الذاكرة أكتر والقدرات الذهنية أكتر. كمان بتزود السيروتونين فبالتالي الناحية المزاجية أو بيحسن الناحية المزاجية للطالب أو هي موجودة في السوق المصري بشكل أركاليون فورت، وفي كمان أكتيفيت 200، في أركازينك، في كم حاجة في السوق المصري بالمادة دي. بس هي مشكلتها أنك ما ينفعش تمشي عليها على طول، يعني شهر شهرين وتوقفها عشان ما تتعودش عليها، بس هي مأمونة في الآخر وبتبقى من أكتر الحاجات اللي بتزود الذاكرة والقدرة على التفكير، غير بقى الحاجات الطبيعية اللي هي نبات الجينكو بلوبا اللي بيزود سريان الدم والأكسجين للمخ. في برضو الجينسينج، نبات الجينسينج من الحاجات المميزة جدا. في غذاء ملكات النحل اللي هي الرويال جيلي من أكتر الحاجات. في أدوية مصرية أو مكملات مصرية بتحتوي على الثلاث حاجات اللي هو الجينكو بلوبا والجينسينج والغذاء ملكات النحل، زي جينكو فيتا أو تريني تريكس أو بايوسترونج. الحاجات دي بتدي طاقة وباور للطالب وفي نفس الوقت بتزود الذاكره. حبايه في اليوم من ده وحبايه في اليوم من الالكالون فورت، دي رشوطه متكامله الفتره بتاع الامتحان. حلوه جدا. طيب دكتور، يمكن احنا في رمضان اغلب الناس بتكون خايفه من زياده الوزن، ازاي وزننا ما يزيدش في رمضان؟ هو طبعا ما فيش كبسولات او ادويه تخسيس سحريه هناخدها هنخس على طول. اول ما هناخد البرشام بتاع التخسيس ده واحنا قاعدين بالريموت وناكل اللي احنا عايزينه ونجيب صينيه الكنافه وناكلها وهنخس، لا، هو عشان نخس لازم يبقى فيه تنظيم غذائي باي شكل، اي مجهود بدني مع اي حاجه بقى تساعد كمكمل غذائي يساعد في زياده الحرق. الافطار السليم ده رقم واحد، انك تمرايه او ثلاث تمرات زي ما قلنا عشان يدي احساس بالشبع ويوصل الدم بسرعه، فما ما تسحبش قوي في الحاجات الدسمه، وتشرب الميه وتصلي المغرب، وبعدين بعد كده ممكن تاخد اي حاجه من المكملات الغذائيه اللي بتزود الحرق زي نبات الكروميوم، زي الجارسينيا، زي السيلفستر، زي الحاجات اللي هي الطبيعيه المامونه اللي بتزود الحرق. وبعد ربع ساعة من صلاتك بقى أو إنك تفطر تبدأ بقى تاخد الشوربة، الخضار على قد ما تقدر، اهتموا دايما بالألياف، البروتين، كل ما قللنا النشويات أفضل، كل ما كان هو ده الحل المثالي عشان حتى نزود مناعتنا وفي نفس الوقت كمان يبقى سهل إن احنا نخس في رمضان. لو عشان ناكل بروتين يبقى لازم يبقى فيه جنبه خضار أو ألياف، سلطات، طبق السلطة ده أساسي معانا، شرب الكمية المية اللازمة لينا على مدار فترة الفطار كاملة من 6 ل 8 كوبايات مية ده أساسي، تاكلوا الفاكهة ثمرات بلاش عصير، العصير ده بيزود الوزن، بلاش الحاجات اللي هي اللي بيبقى فيها سعرات حرارية زيادة وكميات، يعني في حاجات بتبقى حجمها صغير والسعرات الحرارية بتاعتها عالية جدا، نحاول نقلل منها على قد ما نقدر. يعني الأكل الصحي اللي هيزود مناعتنا هو نفسه الأكل الصحي اللي ممكن يعمل كنترول فيه. طيب دكتور، معنا شيماء على التليفون. يا شيماء. أيوه. مساء الخير. مساء النور. رمضان كريم عليكي. الله أكرم. اتفضلي يا شيماء، معاكي الدكتور باهر. دكتور باهر، ازاي حضرتك؟ اهلا بيك. انا من اشد المعجبين بحضرتك جدا، ومن الحاجات اللي حضرتك بتتكلم عنها دايما، وبصراحه انا جربت حاجات حضرتك اتكلمت عليها وجابت نتيجه كويسه جدا جدا معايا في الشعر، فانا عايزه اشكر حضرتك جدا عليها. الله يخليكي، شكرا جزيلا. ومعلش يا دكتور، انا كنت عايزه اسال حضرتك عن بديل للقهوه الخضراء. تمام. يعني كنت عايزه اسال عن حاجه مصريه، يعني بديل للقهوه الخضراء المستورده، لان انا مش دايما بلاقيها وساعات اجيبها ما تعملش نتيجه، فعايزه حاجه كويسه يعني مضمونه حضرتك تتكلم عنها. تمام. طب شيماء، انت جربت القهوه الخضراء؟ انا جربت بصراحه. بتخسس؟ يعني لا، هي ما جابتش معايا نتيجه قوي. خليك مع دكتور باهر. شكرا جدا ليك يا شيماء. هو اقرب بديل مصري للقهوه الخضراء، هي اقراص القهوه الخضراء اصلا معظمها مش موجوده بشكل طبيعي في الصيدليات او مش مسجله في الصيدليات، فمعظمها يعني، فالافضل انا من رايي في شريط مصري رخيص خالص اسمه ميباكو جرين تي، شاي الاخضر، اصلا مش فارق بين اقراص الشاي الاخضر واقراص القهوه الخضراء، يعني نفس الفكره يعني. فميباكو جرين تي شريط ب 8 جنيه رخيص جدا، بيتاخد قرصين على الريق، بيزود الحرق. احنا عارفين قد ايه الشاي الاخضر من اكتر الحاجات اللي هي بتزود الحرق، بس ميباكو جرين تي شريط ب 8 جنيه بس. اهم حاجه بلاش للناس اللي هم مرضى القلب، لان طبعا ممكن يزود ضربات القلب، وبرده ممنوع للمرضعات والحوامل.
انما هو من افضل الحاجات مع برضو التنظيم الغذائي زي ما قلنا. الاقراص لوحدها مش حل، مش هتعمل حاجه بالظبط. طيب دكتور، اللي عايز بقى يخس في رمضان يعني ايه الاكلات اللي ممكن بتزود الوزن والاكلات اللي ممكن يعني ما بتزودش الوزن؟ الحاجات اللي هي المفروض نبعد عن ايه في عشان نخس في رمضان؟ هقول لكم الحاجات اللي هي ايه القنابل الموقوته اللي ممكن تزود الوزن يعني. بلاش فاكهه مجففه خالص، يعني احنا دايما بننصح الناس الحاجات دي من اكتر الحاجات اللي بتزود الوزن. يعني حتى احنا بنقول للناس اللي عندهم نحافه اللي هم وزنهم قليل اعمل لك طبق بتاع ده مثلا خشاف او زبادي مع عسل نحل مع اللي هي الفواكه المجففه دي، خطيره قوي في زياده الوزن. راسيه مشمشيه تين تمام. فانت بقى كواحد عايز مش عايز تزيد، بلاش الفواكه المجففه خالص، بلاش العصير البودره اللي هي العصاير الجاهزه اللي هي باودر وبالميه، لانها فيها كميه سكريات رهيبه جدا فطبعا بتسبب السمنه بطريقه رهيبه. برضو المشروبات الغازيه كده كده احنا عارفين ان هي كمان بتقلل المناعه فبلاش منها. لو بتدور على تخسيس وعايز تخس يبقى ما فيش حاجه اسمها كنافه بقى وبسبوسه وكلام من ده، الحاجات دي كلها يعني نفسها. يعني الحاجات دي مفروض ممكن حته صغيره، ما هو حته صغيره حته صغيره قد كده يا جماعه، بس صغيره 2 كيلو بسبوسه بس. الحته الصغيره. دكتور هنكمل كلامنا معاك بس هنطلع لفاصل صغير ونرجع نكمل إن بوكس، خليكم معانا. ورجعنا لكم مره ثانيه وإن بوكس، ولسه مكمل معانا دكتور باهر السعيد والتخسيس في رمضان. قبل الفاصل كنا بنتكلم ان احنا ازاي ممكن ناخد حته صغيره قد كده اهو، ان احنا علشان خاطر لو عايزين نخس يعني الحلويات ما نزودهاش شويتين ثلاثه. طيب دكتور، ايه تاني برضو ممكن بيزود الوزن وايه تاني ممكن يقلل الوزن بالنسبه لنا؟ تمام، الحاجات الممنوعه خالص او نقلل منها زي ما قلنا الفواكه المجففه، العصير البودره، المشروبات الغازيه، الحلويات الشرقيه او التورتات، حتى برضو البطاطس اللي هي في شكل شيبس كده اللي البطاطس برضو من الحاجات بتبقى فيها كميه زيوت عاليه. برضو الصلصات زي الكاتشب مثلا، الكاتشب ده برضو فيه كميه سكريات عاليه جدا جدا، فنحاول بلاش موضوع الكاتشب ده خالص. او عصير الشوكولاته اللي هي تزيينات الشوكولاته اللي بتتحط على الاكل، برضو دي من الحاجات اللي هي الشربات الجاهزه برضو اللي هي زي النودلز والحاجات دي برضو من الحاجات اللي بتزود الوزن. المفروض الوجبات السريعه اكيد يعني الحاجات المقليات بصفه عامه نقلل منها على قد ما نقدر. ما هو اللي عايز يخس لازم يكون عنده اراده فتحاول والبيتزات طبعا الحاجات دي كلها، الاطعمه المخبوزه بصفه عامه والكيك برضو غير البيتزا. المربات بلاش المربات برضو اللي بتدهن على الخبز دي، بلاش المربات. كمان المشروبات اللي هي بتاعت الكافيهات، هو كده الكافيهات قافله اليومين دول، السحلب والحاجات دي برضو من ضمن بنعملها في البيت لا بزياده بقى. برضو كمان المبيضات القهوه على فكره من الحاجات اللي بتزود الوزن بطريقه كبيره والناس ما بتاخدش بالها من دي. السمن النباتي بلاش سمن نباتي، يعني السمن البلدي ده طبعا أأمن وأفضل، أو الزبدة الطبيعية والزبدة الطبيعية، إنما السمن النباتي نعتبره يمكن أخطر حاجة ممكن الإنسان ياخدها في الفم هي السمن النباتي. السمن النباتي ده بيتعمل عن طريق تحويل أو هدرجة الزيوت لتحويلها لدهون مشبعة، طبعا ده في منتهى الخطورة، بيزود الكوليسترول الضار بطريقة كبيرة جدا والدهون الثلاثية وبيقلل الدهون النافعة، فمن اخطر الحاجات على الاطلاق السمن النباتي، فبلاش موضوع السمن النباتي غير بقى طبعا زياده الوزن الرهيبه من خلاله يعني. حلو. طيب دكتور، عشان برضو زي ما كان بيقول فاروق كده يعني رمضان يعني الحلويات لازم الناس هتاكل حلويات، هل في مكملات غذائيه معينه ممكن ان احنا ناخدها تساعد اكتر على حرق الحلويات تحديدا؟ هو في ناس بتاخد حاجات كتير للسكريات زي السيدوفاج، زي النبات اللي هو الجارسينيا، زي الجيمنيما سيلفستر، بس اعتقد ان من افضل الحاجات على الاطلاق نبات الجيمنيما ده عشبه هنديه بيسموه النبات السحري في الهند. ليه بقى هو سحري وليه هو رهيب جدا في موضوع السكريات ده بالذات؟ المكون الرئيسي فيه بتبقى مواد مضادة لمرض السكر أصلا، بتقلل لو حد مريض سكر أخد النبات ده كمكمل غذائي أو كنبات كده بالمضغ يوميا الورق الشجر بتاعه، نسبة السكر بتاعته بتقل بالتدريج مع دواء السكر بتاعه. غير كمان لو هو مش مريض سكر بقى خالص، هي بتقلل امتصاص السكريات من الأمعاء،
يعني النشوي او البسبوسه بقى والسكر اللي انت بتاخده ده بيقلل امتصاص السكر ده في الامعاء النابته دي. غير بقى حاجه لذيذه قوي ان هي بتقلل الرغبه اصلا في تناول السكر. لو مدغت الورق الشجر بتاعها او ورق النبات ده بتضيع طعم السكر. مش هتحب السكريات مع الوقت، هتحس ان انت مش حابب تاكل سكر، مش حابب تشرب الشاي بسكر كتير. هي دي الميزة فيها. غير كمان ان هي بتزود كمية الانسولين في الجسم، بتحسن وظيفة او خلايا البنكرياس. مع استعمالها الكوليسترول بتاعك بيقل، صورة الليبيدز اللي بتاعتك دي كاملة بتظبط، الدهون الثلاثية بتقل. ليها دور كمان في تكيسات المبايض عند السيدات. احنا نقدر نقول ان هو علاج مساعد لمريض السكر، انه بيقلل السكر، علاج او حاجه مساعده للناس اللي بتعمل دايت، ان السيطره على الكربوهيدرات والنشويات اهم من الدهون في موضوع التخسيس. يعني الناس دايما بتركز على الاكل السمين، اخفف الحاجات السمينه، لا، الاهم من كده كمان السكريات، العيش والمكرونه وفي ناس بقى ظريفه تقول لك لا انا مش هاكل رز بس هاكل عيش زي ما انا عايز. لا ده بيتخن اكتر. بيتخن اكتر. فالرز، العيش، المكرونه، البطاطس، النشويات دي، وطبعا الحلويات، الحاجات دي من هي دي اكتر حاجه بتزود الوزن. فالسيطره عليها من خلال حاجه زي الجيمنيما سيلفستر بيجيب نتائج كويسه، وموجوده في السوق كمكملات، وموجود العشبه بقى اللي هي الهنديه دي. حلو. طيب دكتور، كلمنا كده عن يعني فعاليه الجارسينيا. الجارسينيا من أفضل الحاجات على الإطلاق برضو في موضوع حاجتين، في النشويات برضو، حرق النشويات وتحويلها لطاقة، غير إن هي ليها أسلوب في سد الشهية كمان. إزاي؟ المفروض الجارسينيا مع، بس طبعا ده كل ده مع النظام الغذائي، يعني مفيش حاجة برضو من الحاجات اللي احنا بنقولها دي لوحدها كده هتجيب نتائج. لازم يكون عندك إرادة ونظام غذائي عشان ناس تظبط. تمام. المفروض في دراسة بتقول ان الميكانيزم بتاع قفل، ان هي بتستعمل لقفل الشهية، هو لغاية دلوقتي مش محدد ومش معروف، بس في دراسات بتقول ان هي بتزود السيروتونين في الدم. فزيادة السيروتونين ده بيقلل الشهية. غير كمان ان هي بتحول النشويات اللي انت بتاكلها لطاقة، جسمك بيستغلها، خلايا جسمك بيستغلها. وبتحول بعض السكريات دي لجلايكوجين، بتخزن في الكبد، لما بيزيد الكمية بتاعته بيدي لك احساس خلاص ان انت شبعان. فالناحيتين دول اللي بيظبطوا الموضوع ده، غير ان هي بتساعد على حرق الدهون اللي في البطن وتقلل نسبه الدهون اللي في البطن. غير كمان ان هي بتقلل الدهون المخزنه يعني في البطن. وليها برضو دور في حكايه الدهون دي، هي بتمنع انزيم اسمه سترات اللييز. الانزيم ده بتمنع او بتثبته، فبالتالي بيلعب دور الانزيم ده مهم جدا لانتاج الدهون. فهي بتمنع الانزيم ده، فبالتالي بتقلل الدهون المتخزنه. ليها دور برضو في تقليل الكوليسترول والدهون الضاره في الجسم. من افضل الحاجات، وموجوده في السوق المصري برضو، ما تجيبوهاش مستورده ولا حاجه. موجود في السوق المصري، في حاجه اسمها كروماكس، في حاجه اسمها سيلفستر، في حاجه اسمها توب جينج، الحاجات دي كلها فيها ماده الجارسينيا. يا دكتور احنا الوقت جري معاك بسرعه جدا، ولكن ان شاء الله هنشوف تاني نكمل الموضوع. نكمل ان شاء الله. شكرا ليك، نورتنا، وكل سنه وانت طيب مره ثالثه. شكرا دكتور جدا ليك. شكرا يا فاروق. شكرا جدا يا نوره. شكرا ليك. كده خلصت حلقتنا من إن بوكس، ونشوفكم بكره ان شاء الله على خير. وباي باي.